بدوره أكد المستشار نواف حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022 خلال زيارته لعدد من مراكز الاقتراع أن العملية الانتخابية لم تسجل أي مخالفات تعطل سير العملية الانتخابية، وأن الإقبال ما زال مستمرا على مراكز الاقتراع في كافة محافظات المملكة. من خلال زيارتنا لبعض المراكز ومن ضمنها المركز اللي موجودين فيه، المركز العام في مجمع السيف، أعتقد أن العملية إلى حد الآن ماشية بيسر وبسهولة بالنسبة حق الناخبين، ما في أي يعني تعطيل. وكذلك أيضا بالنسبة للجان الأخرى اللي إحنا يعني رصدناها من خلال طلعنا على وسائل الإعلام المختلفة، بيستمر الاقتراع للساعة 8 بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أعتقد أن في أي يعني لحد الحين أي أمور خلنا نقول سلبية تأثر على سير العملية الانتخابية. العملية الانتخابية ماشية بيسر وبسهولة، وفي إقبال على من الناخبين على هذه المراكز في الجولة الثانية. والله الحمد لله يعني المشاركة كانت كبيرة، مثل ما أنت عارفة كانت نسبة 73%، وهي أعتقد أن على نسبة وصلنا لها. المشاركة مستمرة وفي الدور الثاني، لكن في اختلاف طبعا. الجولة الثانية مثل ما أنت عارفة في بعض المراكز حسمت، فبالتالي ما بيكون فيها تصويت، ولكن الإقبال ما زال احنا نشوفه إقبال جيد ومواصلين فيه. ويعني للساعة 8 مساء نتوقع بعد يعني بيكون الإقبال مستمر، وبنشوف عقب آخر شيء يعني بيعلن عن النسبة من قبل اللجنة العليا.